العودة إلى فلسطين صلاتنا وإيماننا ودعاؤنا. نتحمل في سبيلها ما نتحمل. كنت تقريبا بالثالث عشر من عمري حيث حضرت لسماحتي افتتاح مبنى مؤسسة البر والأحسان في مخيم بر الشمالي في عهد الرئيس فؤاد الشاب المرحوم. ومن هناك كان موقع المؤسسة على طريق مدرستنا، فكنا يوميا نشاهد سماحة الإمام وهو يدير ويشرف على أعمال هذه المؤسسة التي ستكون منارة من منارات جبل عامل لأبناء جبل عامل وللفلسطينيين المقيمين في منطقة صور. ومن هذه اللحظة قررت أن أختزن كل المعلومات التي تتوفر لدي عن سيد الإمام موسى الصدر لكي يكون لي عمل عبارة عن كتاب سأكون قد قدمت جزءا من الوفاء لهذا الإمام الذي يعتبر القضية الفلسطينية وجدانه وضميره وإحساسه، وكان حريصا على الثورة الفلسطينية أكثر حرصا من أصحابها عليها. نحن الذين سنحفظ المقاومة الفلسطينية، نحن بقوة إيماننا بقوة دمائنا بقوة أفكارنا نحن نسول الثورة الفلسطينية. وللحقيقة أن سماحة الإمام السيد موسى الصدر أول شخصية دينية إسلامية قررت الوقوف بوضوح إلى جانب الثورة الفلسطينية رغم كل الشوائب، وهذه الشوائب التي حذر منها الإمام مرارا وتكرارا. يوم 20 حزيران عام 1974 قام العدو الإسرائيلي بغارة على هذا المخيم. أول متفقد لهذه الغارة كان سماحة الإمام السيد موسى الصدر، ومن خلال زيارته للمخيم تكلم معنا بطريقة وقال بالحرف الواحد: اصمدوا، تصرفوا بعقل، لا 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 تهزمكم مثل هذه الغارات، هذه الغارات يجب أن تنطيكم قوة ومعنوية لكي تكونوا حريصين على قضيتكم. أطلق مجموعة شعارات تحتاج إلى مجلدات: إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام. وفي بيروت في أحد المهرجانات وبحضور أبو عمار، وقال له: لتأخذ علما يا أبا عمار، إن شرف القدس يأبى أن تتحرر إلا على أيدي المجاهدين. شخصيا بطلق على سماحة الإمام أبو المقاومة العسكرية، أبو المقاومة المدنية والاجتماعية، وله الشرف الأول والمنادي الأول للمقاومة في جبل عامل في الثورة الفلسطينية. دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري حامل أمانة كبيرة، أمانة السيد الإمام موسى الصدر، وهذا حمل كبير جدا. الرئيس نبيه بري دائما حريص على المخيمات الفلسطينية، حريص على أن يراعي كافة ظروفهم الاجتماعية وما إلى ذلك، وهو أب روحي للشعب الفلسطيني في لبنان.